مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أسو عم بتحضر لمفاجآت عديدة هالمرة، واللي من بينها المفاجأة الكبيرة اللي أخفتها عنا قبل فترة كتير طويلة، فشاركت هالستوريهات لتحمس المتابعين أكتر عن المفاجأة وحكت عن موعد المفاجأة. مرحبا بقلبي، باكر حينزل فيديو جديد بالقناة مفاجئة تجنن وكلش كبيرة وكلش كلش حلوة، انتم حتحبوها. ثانيا المفاجأة الضخمة اللي حتصير، اكبر مفاجأة، اكبر شيء انا حسوي بحياتي، بدل عد تنازلي الي، والله العظيم بدل عد تنازلي، يعني شغلة اسبوعين ثلاثة واقدر اعلن عليها. هذا غير ردة فعلها على اغنية ريدر اللي جاب سيرتها باغنيته بهذا المقطع. وعلقت أسو بأقسم بالله أحلى أغنية. اجتمع أحمد أبو الرب وغيث مروان ونور ستارت وعمور وزياد، حيث عم بيحضروا لفيديوهات ومفاجآت جديدة مع بعض، واللي من بينهم أحمد أبو الرب ونور ستارت، حيث رح تقصف أو تهبد نور أبو الرب في الفيديو الجاي. على فكرة جايز ترقبوا، إن شاء الله حنعمل فيديو سوا وانا حاهبده. اقسم بالله كمان ستوري بالفلتر بكسر لك الموبايل. انا حاهبده والله مسكين، انا تليفوني نور. الله شوف شو حلو الفلتر، فرق بجنن غيث. عمور اقسم بالله، وزياد. اما نارين بيوتي فما كانت متواجدة معهم، فبكرة موعد سفر نارين بيوتي من دبي للسويد، فرح تلتقي أخيرا بعائلتها وأخواتها، وخاصة بأمة من بعد غياب كتير طويل. فاختفت نارين قبل ساعات من على السوشيال ميديا، وتحديدا من على انستغرام، فكذلك موفلوكس اختفى بعد إرجاع الفولو لبعض. فهيك يكون تصالح موفلوكس ونارين تزامنا مع موعد سفرة نارين للسويد. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.